وسهلا بكم في سميرة كور، حلقة جديدة من سميرة كور. في مهمة أنا ومهدي وعمر باش نمشيو ونشوفو رابريت نسمعو من الغنيات اللي طلعوا جدد تاع الفيراج. غنية قدم يحكيو على نفس الموضوع، ما يحكيوش على الكورة، يحكيو على حاجة أخرى، ونشوفو الرياكسيون نتاعهم وشنيا رايهم. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساوش تحطوا جيم، قبل ما تبدا تبارتاجيوها زاد قبل ما تبدا، وتحطوا ابوني في الشين وتفعلوا الجرس هذاك وكل شيء. بربريه اللي عندي كلب انت كان مبدا تقعدش تدافع بهم، خاطر هذوكم بالرسمي حياتهم وفات على الحاجه هذه. قلنا لحمي شوك يا مان. مروان اهلا مالك. اسماعيل سيربون سيربون، تحب اسماعيل؟ اسماعيل سيربون كريت كيف ما في الشارع. انت تعرفني اسماعيل البريد الاخرانيه غنيت الفيراج، ولاو يخرجوا من تخش عليهم البريد، ولاو يكتبوا العباد تخش عليهم فنانين ما عادش يكتبوا على الكوره ولا حكايه اخرى. دونك انا لهنا جيتك حبيت نسمعك ثلاثه اغنيات تاع فيراج اللي هم يا حياتنا تاع جمهور الكلوب، كورتيج الموت تاع ليتوال، واغنيه قديمه إيش أكسمين؟ تعالي سبيرت واضح معك مريكلين Let's do that shit مدفق جامي نخافو من بيغادرو سيدي قاسي وعدينا ما قدروا الخاوان العشق التيبي كيبونا عيسى بفقالوا أحلى يميتي ونسيوش علينا قالوا ميسيو يترميني عاد فينا بيت الوين البير أحكار بسفينا رب العيد شنو اللي صاير فينا منظومة نبيركم رحمة معكم معلومة شابين نسلي بيتو في الكاميورا ربي مفتد برجو ليا نحيت هذيك البوك هذايا برو هذا البوك هذايا خرجت فيها الغنايه نحسي روحي في طالبان والله لحمي شوك يا انت كشاب تحب تمنع روحك من الاجرام بالحق تلقى روحك من غير ما تشعر انكونسيامون انسكري في جروب في جامعتك كو سوسوا كلوب ترجي زاباتيست اولترا وينيرس فهمت ولا لا وتمشي خويا خاطر هذوما اللي قاعد معناها من اخوك من ولد حومتك فهمت ولا لا والحاجه الخايبه بالله اللي هذيا لازمها توصل راهو المشكله اللي البوليس ما عندوش ليدوكاسيون القادره فهمت باش يتجنب بيه الكونتاكت بوليس حتى كان واحد غلط يسب وتوري فيها ضرب ومضروب فهمت ولا لا معناها تي كومينوتي كامله داخله في حيط العباد تمشي للستاد ولات ديفولي ولات بالحق خاطر البلاصه هذيك تتشجع ببعضها العباد وتخرجك لاغاج مالك سهلة ياسر المواطن العادي اخر الجمعة بعد ما يكمل الخدمة في الويكاند خويا العباد تمشي للستاد تتفرج في الكورة غادي العباد تعمل ديفولمون وتعبر على رايها وما تخاف من حد شيء معناها كان فما حاجة كسرت الحيط اللي بين السلطة والشعب راهو الفيراج مان بتقول لي لا موسيقى ولا حد شيء معناها كان فما حاجة خليت المواطن يتحط في كونتاكت ديريكت مع أي حاجة تابع السلطة راهو الفيراج معناها نقولوا نحنا كيفاش البونديتيزم اللي باش يسيبوه في الشارع طورته العباد ولا تمشي للاستادات فهمت ولا لا ولا تمشي تدافع على حاجات بالحق معناها حدا كيتعارك عليها فهمت تعارك على جمعيتك الحاجه اللي تلم الفيراج انه الفيراج تلم العباد الكل معناها تلم فكره واحده
انه هو كونتر سيستم. العباد قاعده تعيش في حاجات كل يوم والبلاد قاعده تعيش في حاجات كل يوم خايبه، فهمت؟ باش تجي تعبر عليها في الفيراج معناها، وهذا هو، هذه الواقع معناها. ما زادوا حتى شيء من الواقع، ما زينوش الواقع لهنا، راهم حكاو الواقع كيما هو معناها. ما العباد ما تنجمش سيئ توا سيئ، فما عباد حتى ماتت راه على خاطر فما عباد بالرسمي ماتت. كلب انتي كما تقعدش تدافع بهم، خاطر هذوكم بالرسمي حياتهم وفات على الحاجه هذيك. يا توفى تتبدل يا اخي نموتوا الناس الكل، يا نعيشوا عيشه فل الناس الكل. ذاتس اول مان. واحذروا الفيراج، احذروا المدرجات كنت تتكلم. والله يرحم الناس اللي ماتوا، الله يرحم عمر، الله يرحم الافغاني، دريس، غشة، توينز، برشا عبيد ماتت الله يرحمها، يرحم آدم والطفلة اللي ماتت في الواد الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم خويا، و peace and love. دونك هذه كانت فيديو شفنا فيها بابلو اللي مثل الكتيبة. نورمالمون نحط الكتيبة ولا بابلو؟ الكتيبة. الكتيبة كتيبة مروان بابلو. الكتيبة مروان بابلو والسيربون. سيربون قبل يا ودي. الكتيبة مروان بابلو. الكتيبة مروان بابلو يا ودي اسمعني. الكتيبة اكهو. الكتيبة سيربون. الكتيبة والسيربون. والسيربون. الكتيبة والسيربون كانوا معنا في الفيديو متاع اليوم. دونك هاكو السيربون اخوي. والساب لافامي. وهو اخوي مروان. سليم. 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 مهدي اخوي عمر اللي صوروا. دونك ما تنسيوش ابوني حطوا جيم. سنة فيديو جاي. يلا سلام.